ما صحت هذه الأنباء والتقارير الإعلامية التي تفيد بموافقة اليمين زروال على قيادة الفترة المقبلة؟ نعم، هناك حقيقة تجربات إعلامية يفادها الرئيس السابق اليمين زروال كان قد أتى إلى العاصمة يعني في الساعات القليلة الماضية لأجل مشاورات على أن يكون القائد الجديد في المرحلة الانتقالية المقبلة التي تقبل علينا، خاصة أن الرئيس اليمين زروال يعني يحظى بثقة كبيرة لدى شرائح كبيرة من المجتمع والشعب الجزائري، وبالتالي السلطة تحاول إنقاذ نفسها من خلال يعني طرح هذه الورقة بالذات، خاصة وأن المادة 102 أو 2 من الدستور أصبحت الآن يعني لوحدها دون أن تنفق بتغييرات وإصلاحات. هذه المعلومات كريم يعني إن كنت تسمعني كريم، تقول بأنه قدم إلى العاصمة لإجراء مشاورات، هل هذه المشاورات مع بعض القيادات مثلا في الأحزاب أو الحزبين الكبيرين في الجزائر ولديني هما مقربان بطبيعة الحال من بوتفليقة، أما أن المشاورات مع مثلا أحزاب المعارضة؟ لا، الرئيس اليمين زروال لا ينزل للمستوى للحديث مع الأحزاب، سواء كانت الأحزاب السياسية المقررة، سواء كان حزب الأسلام أو حزب التجمع الوطني الديمقراطي أو أي شخص من الأشخاص الأخرى من القوى المعارضة. إذا كان له حديث سيكون مع الجيش مباشرة، مع قيادات الجيش، مع قائد أركان الجيش، مع أعلى مستوى وجهاز المخابرات أيضا. لن يتكلم مع أي شخصية أخرى على ذلك، لأن رئيس زروال الآن يعني في موقف قوة وهو بمثابة القشة التي ممكن أن تنفذ. كريم، هل نحن يعني هل أنت متأكد من أنه تم الحديث أو يعني أن اليمين زروال يعني تحدث أو تباحث مع قيادات في الجيش، أم أنها أيضا مجرد أنباء حتى الآن لم يتم التأكد منها؟ نحن نتكلم عن تسريبات إعلامية، يعني في خضم المشهد السياسي تكون دائما تسريبات إعلامية، خاصة في ضمن ما نعيشه هنا في الجزائر. في بعض الأحيان تكون بعض الأخبار عن مؤشرات تحدث، ولكن حتى تسريبات إعلامية أخرى تقول بأن الرئيس زروال يعني رفض هذا المقترح بعد المشاورات الطويلة. لكن الأهم من كل هذا أن الرئيس اليمين زروال يعني جاء إلى العاصمة من أجل التباحث، فسنتأكد من هذا الخبر في الساعات المقبلة حتى تكون الصورة أوضح وأشمل. ولكن الأكيد في كل هذا أن السلطة طرحت العديد من البدائل والأكمام التقريبة الهودية على غرار أحمد بشير لبراءة إبراهيم، أيضا يعني اليمين زروال وأيضا أحمد بن بيتون وكل الشخصيات يعني ممكن هذا واضح. بما أنك أتيت على ذكر الشارع، كيف هو الوضع الآن كريم في الشارع، وهل من فعاليات أخرى ستكون في الغد في عجالة؟ هو الحديث عن اجتماع مرتقب لقوى المعارضة غدا لم يتأكد الأمر باشرة، هناك قوة اجتماع جديد، خاصة أننا عاهدنا بستة اجتماعات متتالية لقوى المعارضة والأحزاب المعارضة أن تجتمع بعد الحراك الشعبي كلها.